اهلا بحضراتكم مره تانية. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح تابع فيه استراتيجيه الدوله لتطوير صناعه الغزل والنسيج والملابس الجاهزه في مصر، وكمان اطلع على جهود انشاء اكبر مصنع للغزل في العالم في مدينه المحله. ووجه سياده الرئيس بمواصله خطه الدوله المصريه للنهوض بصناعه الغزل والنسيج بهدف استعاده القطن المصري لسابق عهده وتعظيم الاستفاده من القدرات المصريه. كمان سيادة الرئيس تابع امبارح الموقف التنفيذي لتطوير البنية الأساسية والمنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية وتعظيم إمكانات مصر التنظيمية لاستضافة البطولات العالمية. وخلال الاجتماع تم استعراض سير العمل في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واللي بتعد يعني صرح رياضي هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر. وقد قام السيد وزير قطاع الأعمال العام في هذا الإطار بعرض جهود إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم في مدينة المحلة، والذي سيتم افتتاحه خلال العام القادم، حيث سيقع على مساحة 62 ألف متر مربع، وسيضم أحدث معدات وآلات في هذا المجال بالاستعانة بخبرة كبريات الشركات العالمية، كما أنه سيتعامل مع كافة أنواع الأقطان خاصة القطن طويل التيلة وفائق الطول، بما يساهم في استغلال ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية. كما تم عرض جهود وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير تسويق منتجات قطاع الغزل والنسيج على أعلى مستوى من خلال تأسيس شركة مصرية لأعمال التسويق والبيع وإدارة سلاسل الإمداد لكافة منتجات الشركات في قطاع القطن والغزل والنسيج والملابس، حيث اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على عينات المنسوجات القطنية الفاخرة المنتجة حديثا من القطن المصري العالمي والتي تسوقها الشركة المصرية للأقطان إيجيبشن كوتون. كما تم استعراض جهود وزارة قطاع الأعمال في ميكنة منظومة تجارة الأقطان، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وصولا إلى تعميمها مؤخرا على كافة المحافظات، بما في ذلك تطوير نظام مميكن لتنفيذ المزايدات على الأقطان المصرية بالتعاون مع بورصة السلع المصرية، بما يضمن حسن الأداء وجودة التنفيذ. وقد وجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بهدف استعادة القطن المصري لسابق عهده، وذلك في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا المجال، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني، خاصة أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لتطوير البنية الأساسية والمنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية ولتعظيم إمكانات مصر التنظيمية لاستضافة البطولات العالمية. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية الخاصة بالمنشآت والاستادات والصالات وملاعب التدريب وأماكن الإعاشة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة للمطارات الدولية وشبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة، وذلك لتيسير زمن وسلاسل التنقل ما بين تلك المنشآت، بما يعظم من قدرات مصر لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيمي. وفي ذات السياق تم استعراض الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع السيد الرئيس على سير العمل في مختلف مكونات المدينة والتي تعد صرحا رياضيا ضخما والأكبر في منطقة الشرق الأوسط متكامل الأركان
والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصة مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور. كما تم عرض الهيكل التنظيمي والإداري المقترح للمدينة والمخطط الخاص بكيفية إدارتها وتشغيلها بالشراكة مع الخبرة العالمية الأجنبية في مجال إدارة المدن الأولمبية بكافة جوانبها، مع ضمان تسيير العمليات التشغيلية والخدمية على أعلى مستوى بما يتفق ويليق بحجم المدينة وتجهيزاتها الحديثة. وقد وجه السيد الرئيس بأن تتكامل مدينة مصر للألعاب الأولمبية مع المكونات والصروح الرياضية والثقافية الأخرى، مثل مدينة الخيول العالمية مرابط ومدينة الفنون والثقافة، وذلك لتكوين نهج ونسق رياضي وثقافي شامل يتناغم مع البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر بوجه عام، من استادات وصالات رياضية وملاعب تدريبية متنوعة وما يتعلق بها من خدمات فنية ولوجستية، مع التطوير للبنية التحتية والفندقية بجميع مكوناتها على مستوى الدولة، بما يعكس القدرة الواقعية الحالية لمصر على استضافة كبريات البطولات والفعاليات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية. كذلك يساهم في الترويج الثقافي والحضري والسياحي لمصر. المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر امبارح على صفحته الرسمية على فيسبوك فيديو للعرض الجوي بيراميدز اير شو 2022، واللي بيقام فوق سفح الأهرامات بمشاركة فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي. العرض الجوي بيراميدز اير شو 2022، عرض جوي فوق سفح الأهرامات بمشاركة فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي مع فريق النجوم الفضية المصري وفريق طائرات الهل جازل المصري. ينفذ في 3 أغسطس 2022. العرض الجوي بيراميدز اير شو 2022، علاقات وطيدة بين مصر وكوريا الجنوبية. القوات البحرية المصرية وناظراتها اليونانية نفذوا تدريب بحري عابر بنطاق الأسطول الشمالي، وده باشتراك الفرقات المصرية المعز مع سفينة حربية يونانية. والتدريب ده بيأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة. امبارح كان في مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة والموضوعات، أبرزها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لجنة الوزارية الاقتصادية، والتأكيد على أن موقف مخزون السلع الاستراتيجية في مصر آمن تماما، وكمان متابعة خطة الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة. تطرق الاجتماع لموقف المخزون الآمن من كل السلع الاستراتيجية والإجراءات اللي بتقوم بها الحكومة والبنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية والمواد البترولية. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمتابعة المشروعات اللي بيتم تنفيذها والجهود اللي بتقوم بها الهيئة للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وكمان المساهمة في دفع معدلات النمو والتشغيل بصورة كبيرة. كمان امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجهود اللي قامت بيها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر يوليو اللي فات، وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات المواطنين واللي بتتعلق بالقطاع الصحي، وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة ليهم، وده من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. وأكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في تكثيف الجهود دي من أجل المساعدة في رفع المعاناة عن المرضى وذويهم. كمان امبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير عن قطاع الطاقة والتغيرات اللي بتحصل فيه عالمياً تزامناً مع تغير المناخ السياسي والتحالفات الدولية. التقرير وضح أن قطاع الطاقة بيشهد حالياً حالة من الاضطراب، مش بس بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، لا كمان بسبب نقص الاستثمار في قطاع الطاقة خلال السنوات اللي فاتت. وأكد التقرير أنه بلغ الاستثمار في قطاع النفط والغاز عالمياً 341 مليار دولار فقط في عام 2021،
يعني أقل بنسبة 23% من مستوى ما قبل كوفيد-19 البالغ 525 مليار دولار. وزارة الداخلية نشرت فيديو مبارح لاستقبال أكاديمية الشرطة لوفد من جامعة بيبردين الأمريكية، واللي اطلع خلال الزيارة على المنشآت والمرافق التعليمية بالأكاديمية ودور اللي بتقوم به في إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي. في إطار حرص المؤسسات العلمية والأكاديميات الدولية على التعاون مع أكاديمية الشرطة للاطلاع على دورها الرائد في إعداد الكوادر الأمنية، استقبلت الأكاديمية وفداً من طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بيبردين الأمريكية خلال تواجدهم بالبلاد في رحلة سياحية للتعرف على النظام الدراسي بالأكاديمية وقدراتها العلمية والبحثية والتدريبية، وفي المقدمة منها حقوق الإنسان. جولة تفقدية لكيانات الأكاديمية قام بها الوفد شملت مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة، تعرفوا على إمكاناته اللوجستية ودور المركز في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية من الدول العربية والأفريقية ودول الكومنولث. To my knowledge and understanding, it's very successful and powerful academy. I'm particularly impressed by the intersection of practice and scholarship and theory, which it seems like here at the Police Academy are all integrated to just create the best training programs and the best vision for the future. وتوجه الوفد إلى مقر كلية الدراسات العليا للتعرف على كيفية إعداد الكوادر العلمية، وقد شاهدوا عرضاً يتضمن جهود الكلية في مجال تعزيز حقوق الإنسان بين أوساط الضباط الراغبين في استكمال دراستهم العليا. The way human rights, individual rights are part of the curriculum is totally praiseworthy. They especially appreciate the emphasis on human rights. It's wonderful to see the emphasis on human rights with citizens that's taking place here in Egypt. انتقلت الزيارة عقب ذلك إلى المركز الدولي للتدريب على عمليات حفظ السلام، والذي يطلع بإعداد الكوادر الأمنية الوطنية والأجنبية للمشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية. I am grateful to learn about the Police Academy's efforts in international cooperation, from their humanitarian efforts to their partnerships with the various African nations as well as the Commonwealth nation. The Police Academy here in Egypt is absolutely exemplary about what can be done in a country with law enforcement. الزيارة شملت كلية الشرطة، تعرف خلالها الوفد على دورها في إعداد خريج شرطة عصري مسلح بالعلم والمعرفة في إطار من الالتزام بالقيم الإنسانية والأخلاقية واحترام القانون وحقوق الإنسان. It's been really impressive to see the organization and what the whole police program is doing here. I would like to thank the amazing hospitality and graciousness by the Egyptians in this country. واستكمل الوفد زيارته للأكاديمية بمشاهدة بعض التدريبات الخاصة بطلبة كلية الشرطة والبرامج التدريبية المتنوعة داخل الميادين التدريبية المتطورة بالأكاديمية والتي تحاكي البيئات الطبيعية عند تنفيذ المهام. To provide the experience to broaden my perspective, expand my viewpoint, and see the way different cultures and collaborations foster together. So in my position as enrollment officer, I think it is key to see the partnerships that are going on, and so I've had the opportunity to see that today. شملت الجولة مشاهدة لعروض الخيالة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. Well, I could go on and on and on. Today was absolutely magnificent. I don't know which experience was the best. All of it was intriguing. All of it was
done in a spirit of excellence. جهود أكاديمية الشرطة في سبيل إعداد كوادر أمنية مؤهلة لأداء الرسالة الأمنية مستقبلاً يراها العالم من خلال إتاحة الفرصة للمجتمعين المحلي والدولي ليشاهدوا إمكاناتها المتطورة في هذا المجال. هكذا تحرص أكاديمية الشرطة على استقبال الوفود المحلية والأجنبية للاطلاع على مرافقها ومنشآتها المتطورة والمستخدمة في إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي. فأكاديمية الشرطة صرح تعليمي وتدريبي متطور متفرد بين مسيلاتها على مستوى العالم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أما في جولة المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، أبرزها تأهيل وتبطين 23 ترعة بمركز الحسينية في الشرقية بتكلفة وصلت 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من 71 مشروع بقطاع الصحة بقرى حياة كريمة في سوهاج، وأيضا زراعة 1346 فدان قطن بشرق العوينات والفرافرة في الوادي الجديد، وأخبار تانية هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، أبرزها في الشرقية اللي أشار فيها المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري إنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل 23 ترعة بمركز الحسينية بإجمالي أطوال 100 كيلومتر وبتكلفة 300 مليون جنيه. أعمال التطوير دي بتخدم زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولى، وهيتم استكمال الخطة في المرحلة الثانية اللي هيوصل فيها إجمالي عدد الترع ل 35 ترعة بأطوال 180 كيلومتر وبتكلفة مالية 570 مليون جنيه، وهتخدم زمام 60 ألف فدان أرض زراعية. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الزراعة أنه تم زراعة 1346 فدان قطن السنة دي بمنطقة شرق العوينات ومركز الفرافرة، وتم نقل التوصيات العلمية للمزارعين الخاصة بالتغيرات المناخية وكمان التوصيات الخاصة بمكافحة الآفات. في بني سويف أعلن الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة أنه تم تنظيم 14 قافلة طبية في شهر يوليو اللي فات، القوافل دي أجرت الكشف على 2840 مواطن وتوزيع بعض الأدوية بالمجان. في الإسماعيلية وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على مقترح المحافظة الخاص بإنشاء سوق حضاري للملابس وسوق تاني لبائع الخضار بمدينة الأنطرة غرب، وده بعد الحريق اللي اندلع الشهر اللي فات بمنطقة السوق العشوائي بالمدينة. في الفيوم أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي أنها تعاونت مع منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أكثر من 15 ألف عملية قلب وعيون لصالح المرضى غير القادرين من قرى وعزب ونجوع محافظة الفيوم. في أسيوط بيتم دلوقتي تركيب بلاط الانترلوك بعدد من الشوارع الجانبية الضيقة والحارات اللي بيقل عرضها عن 6 متر واللي بيصعب رصفها بالطرق التقليدية، وده في مدينة القصية. وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أهمية متابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة، وده علشان تحقيق الأمان والسلامة للطرق وكمان الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن. في المنيا قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة أنه تم الانتهاء من إجراء 9454 عملية مجانية في مختلف التخصصات خلال الفترة من 1 يناير ولحد نهاية يوليو اللي فات، وده في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار. في سوهاج تم الانتهاء من 71 مشروع بقطاع الصحة في قرى حياة كريمة، وقال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن المشروعات دي بتشمل تطوير وحدات صحية قائمة وإنشاء وحدات صحية جديدة وفقاً لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد. في شمال سيناء أنهت مديرية الصحة استعداداتها لإطلاق برامج التعليم الصحي، وده ضمن البرنامج الصيفي للأطفال بقصور الثقافة بالمحافظة واللي بيستهدف نشر الوعي الصحي باعتباره أسلوب حياة بيحافظ على صحة الإنسان.